ككلمة أبي زرع. على فكرة هذا حطوها معكم الآن، هذا ربع جملة من جمل الاستحمار والاستغفال الكبرى. قال أبو زرع رب معاوية رب الرحيم، وخصمه خصم كريم. أي شن أدخلك بينهم؟ أنت إيش مدخلك بينهم؟ شوف المنطق. وهذا على فكرة بقولوا أما بطعوا. وقال أبو زرع رب مشاء وقل سرقه. يا حبيبي تعال تعال تعال، حتى رب فرعون رب رحيم، وخصم فرعون اللي هو موسى عليه السلام خصم كريم، نبي يا حبيبي هذا تسمي لئيم كريم، هذا ما فيش أكرم منه موسى، وعلي كريم طبعا، ورب أبو جهل رب الرحيم، الله رب العالمين، هو اسمه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا حبيبي، صح؟ الرحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب أبو جهل رب رحيم، وخصم أبو جهل مين هو؟ محمد، خصم كريم، ايش دخلك بينهم؟ هذه مش خصومة أي على ضمة فبوس ولا في شيء، اللي صار بين علي بن معاوية مش خصومة أي على كيلو طماطم، وايش دخلك أنت خلص؟ شقة التاريخ الإسلامي هذا إلى اليوم، صح؟ إلى اليوم بتسيل دماء وفي تكفير وفي ذبح بسبب هذه الخصومة، بتقول ليش؟ مسألة تاريخية، إلى اليوم تشق الأمة يا إخواني هذه المسائل، إذا ما بترجعها وتحكي فيها كلمة فصل وعدل بإذن الله لله تبقى الأمة مشقوقة. فتح عيونك ما تقول تتغافل عن الحقائق، الله يرحم الشاعر اللي قال تصفو الحياة لجاهل أو متجاهل عما أتى منها وما يتوقع، ومن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. طبعا يظل مرتاح وشاعر بالورع والزهد ومرتاح جدا ومتكيف على حاله لأنه متجاهل الحقائق، بحاول يفهم أي حاجة، بس اللي بحاول يفهم بتعب والله العظيم. يعني أنا أقول لكم أحق الناس بالرثاء والشفقة الذين يعملون عقولهم، ادعوهم ان الله ثبتهم ويفتح عليهم، لانه صعب جدا ان تحاول ان تفهم، اقسم بالله، خاصه بعد هذا الركام التاريخي والركام العلمي، وهالعصبيات والاهواء والتقليديات والابائيات والتهديد والارهاب الفكري العجيب الغريب يا اخي، من القريب والبعيد، صعب ان تحاول ان تفهم، واصعب منه كما قلت في المحاضره السابقه ان تحاول ان تجعر وتجسر ان تقول ايه؟ ما فهمت وما توصلت اليه، صعب جدا لانه في احجار سترنا بها، احجار كثيره. المهم فيقول لك لكن ارجع للقرآن، ايش يقول؟ وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، تخيل بالمؤمنين، ما قالش رحيما بالمؤمنين، كأنه قال ايه رحمته خاصة ايش؟ بمن آمن لا بمن كفر، صور؟ بمن أحسن لا بمن أساء، لقوله إن رحمة الله قريب من المجرمين، من المحسنين، من أحسن، قال الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. كل واحد شاف النبي ومش مهاجر ومش أنصاري وما اتبعش بإحسان بل اتبع بكفران رحمة الله بعيدة منه، فما تضحكش هي تقول لي رب معاوية رب الرحيم، حتى رب فرعون على هيك رب رحيم، رب العالمين رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم. هل قال لك إيه علي أنا سمحته والله يرضى عنه يرضاه إن شاء الله يسبقه الجنة؟ ما قال شيء، بالعكس في أحاديث والبيهقي كان يلعنه في القنوت، علي كان يرفع علي يلعن معاوية في القنوت، اللهم عليك معاوية لعنة الله علي لعنه، أنت أفهم من علي؟ كريم تتكلم على حسابه أنت، مش فاهم حاجة. فعبارات غريبة يا أخي، ما أحمق العبارات هذه، دب كتبنا هذه والكل بتشدق فيها وبتحسها جميلة، رحيم كريم أيش دخلك بينهم، خلاص حلو يقولها رددها، فكر نفسك ارحمت الخاص أنت فيها. إياك وهذه العبارات الاستغفالية حاولوا دائما إيه؟ تنقضوها، فككوها، ما تستغفر، هذه مخدرات تخذ أنت يغيب عقلك، كلام فارغ. فنشوف حديث إيه؟ حديث أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو سعيد لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس الآية، قال قرأها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال، شوف الحديث خطير نتربى اليوم إن شاء الله، قال الناس حيز، ما معنى حيز؟ فيلق جهة لحال مين الناس، قال وأنا وأصحابي حيز. أنا حتقول لي قالوا أصحابي، طيب مين أصحابه؟ الحين النبي بتكلم عن الكفار، هو تكلم عن هالأمة هذه كلها في عهده، قال في أنا وأصحابي إحنا في جهة، والناس عاد حسب ما فهمنا إحنا يعني الطلقاء والعتقاء والوفود والأعراب اللي ارتدوا أكثر طبعا 90% من هؤلاء. طيب قال حيز، وبعدين إيش قال عشان يأكد يعني كأنه قيد، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المغاي اليوم والعنيد مش حيفهم، مين اللي فهم؟ الخصم مروان بن حكم، غضب غضبا شديدا، قال كذبت كذبت يا ابو سعيد، لانه طبعا حيطلع من القصه مين؟ الحكم الطريد هذا وابنه مروان هذا، سوا ومعاويه ابو سفيان، وطبعا كان مروان يعمل ايش ايامها؟ لمعاويه، كان عاملا له طبعا، واليا له،
فأبو سعيد بيقول النبي قال هيك. طبعا سورة النصر كما قلت لكم نزلت بعد إيه؟ بعد الرضوان وقبل فتح مكة. إذا جاء نصر الله إيه؟ والفتح ورأيت الناس يدخلون، لأنه فعلا دخل في مدة الحديبية هذه أكثر مما دخل إيه؟ 4 أضعاف قالوا من دخل إيه قبل ذلك. فعلا كان مصرا وكان فتحا عظيما، فهي بعد إيه؟ الرضوان جاءت. المهم فقال إيه؟ والنبي قال الناس في حيز وأنا وأصحابي في حيز، ولا هجرة بعد الفتح. والسورة سورة إيش اسمها؟ النصر، اللي نزلت بعد إيش؟ الرضوان وقبل فتح مكة. معنى هالدليل إلنا إنه إيش؟ لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح إيش؟ الحديبية. معناها هذول المهاجرين هم آخر أصحابي يعني، وإحنا لحالنا في حيز. أنتوا جيتوا بعدين طلقاء عتقاء أعراب أو وفود، أنتوا لحالكم في حيز. غضب مروان فهم طبعا، فهم الحديث، غضب جدا. قال كذبت يا أبا سعيد. قال والله ما كذبت. وجالس مين؟ رافع بن خديج، رافع بن خديج وزيد بن ثابت كان جالسين. قال له ما كذبت، وهؤلاء سمع ما سمعت، ولكن هذا يخشى إيه؟ يخشى أن تعزله عن عرافة قومه، وهذا يخشى إيه؟ على عطائي، وهذا يخشى إيه؟ عن الصدق يعني أن تنزعه إيه؟ عن الصدقة. قال هم بيعرفينهم بس ساكتينهم الاثنين، رافع بن خديج ساكت وزيد بن ثابت اللي ساكت، بس هم سمع ما سمعت. فقام إليه مروان ليضربه بالدغة. لمين؟ أبو سعيد. هتشوفوا في الدرس الجاي إيش خطط معاوية وإيش مساعي كان لتكميم الأفواه وقطع الألسنة وتسميم الناس اللي بروا هذه الأحاديث. ما بدوش، بدوش سنة محمد، بدوش سنة معاوية، هو سنة من عنده، وبده كل صحابة وكل تردوا علينا وكل ممتازين ما تكلموش فينا. أما تقول لي حيز مش حيز، وهؤلاء وهؤلاء أولياء لبعضهم، والطرقاء والعتقاء أولياء، مصيبة هذه الأحاديث. والأحاديث اللي بتتدد به بالذات هو بني أمية، وأحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي مسند بن أبي شيبة وفي غيرها، هتشوفوها أحاديث صحيحة مش فيها كلام يا إخواني. المعنى هذا مستفيض عن رسول الله، كان يقطع الألسنة ويسمم ويهدد بالقتل، كان يهدد بالقتل إذا ما تتركش هذا الكلام هخلص عليك، هختالك. خطير لأنه حرب عالمية كانت. فمروان بن حكم جن جنونه، فقام ليضربه بالدرة فقال صدق. قالوا لا صدق أبو سعيد، فسكت عنه. كنتوا قديش موضوع معنا خطير يا اخوان؟ عندكم مش خطير، عندهم كان خطيرا جدا. احاديث زي هذه كانت هي على المحز، هذه مقاطع الحق يظهر فيها. وهذا الحديث رواه احمد باسناد صحيح. ان شاء الله نكتفي بهذا الحديث.